31 قتيلا في سوريا والجيش الحر يستهدف مقرا أمنيا في دمشق. البشير والسلفاكير يستأنفان مباحثاتهما في أديس أبابا بعد الفشل في التوصل للاتفاق. المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعن على قانون الدوائر الانتخابية. فيروس جديد يشبه السارس يثير قلق الدوائر الصحية في العالم. سكاي نيوز عربية مع حسين أوشان. أعلن ناشطون مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في اشتباكات في مختلف أنحاء سوريا في وقت تشهد بلدة الحربة بريف القنيطرة اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والجيش الحكومي، وشهدت أحياء جوبر والسلطانية والنقيرة قصفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات في حمص. أما مدينة الرستن في ريف حمص فتتعرض لقصف عنيف من الطيران المروحي، وفي بلدة عرطوز بريف دمشق شهدت أيضا قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة.